اتحداك تكمل لفه يا مطربوش. هاي الفكره كانت مو موجوده هنا بتكريت. احنا بسنه 2017 طلعنا سفره خارج المدينه ولقينا هذا الشيء متوفر بكل مكان، انه هو كشك للاكلات السريعه متنقل. حبينا نسوي هاي التجربه بين الاصدقاء احنا وسويناه، وشنا نقف باكثر من مكان ترفيهي، كان كرفان متنقل. بس في اغلب الاوقات كانت العالم تجي تدور علينا ما تلقانا، لان كنا نوقف يوميا بمكان، فقررنا نوقف انه بمكان شارع الساعه. لحد ما طورنا عملنا ووصلنا لهاي التجربه، والتجربه كانت ناجحه ولفاتنا معروفه بكل تكريت، واكثر الاقضيه الخارجيه يعني كانوا يجون لحد هنا ياكلون يمنا. وما احنا كان اول كشك يعني موجود هنا في صلاح الدين كله. عندنا المختصين بالبرجر، البرجر اللحم العراقي، ما نشتغل غير شيء، مختصين باللفه البرجر اللي عندنا، لحم ودجاج موجود، مختصين بهاي الاكله ومسيطرين عليها. ويعني كل زبائننا راضين بالشيء اللي عندنا، يعني قاموا يعوفون المطاعم ويقعدون بالمكانات اللي فيها اكشاك ومتنزهات وهالشغلات.